السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى الموجز الإخباري من قناة الشروق. عاد إلى البلاد مساء أمس رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بعد مشاركته في القمة العربية بالجزائر. تجدر الإشارة إلى أن القمة أجازت عددا من القرارات المتعلقة بالسودان، من بينها قرار دعم السلام والتنمية في السودان، إلى جانب إجازة المبادرة العربية للأمن الغذائي، والذي يعتبر السودان هو الدولة المعنية بتنفيذ هذه المبادرة باعتباره أكثر الدول العربية تأهيلا لتنفيذ المشروعات التي تضمنتها هذه المبادرة. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان التزامه بتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني ودعم المبادرات المطروحة من القوى السياسية والمجتمعية وتشجيع الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف والجهود الأخرى التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء، أملا أن يؤدي كل ذلك إلى وفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة كفاءات مدنية مقبولة محليا وإقليميا ودوليا تدير مؤسسات الدولة وتهيئ البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال القمة العربية التي استضافتها العاصمة الجزائرية وسط مشاركة فاعلة من رؤساء وقادة الدول والحكومات العربية وبحضور رسمي واسع. عقدت قيادة الجبهة الثورية السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس يحيى اجتماعا مع الآلية الثلاثية برئاسة فولكر بيريتس، وذلك في إطار تطوير العملية السياسية وانطلاقها وصولا لحوار مشترك بين كل فرقاء الساحة السياسية. وقدم الاجتماع تنويرا لقيادات الجبهة الثورية حول كيفية إطلاق العملية السياسية عبر ثلاثة محاور تتمثل في المشاورة الأولية تعقبها ورقة الملاحظات التي تتضمن ملاحظة كل طرف على حدة، ومن ثم انطلاق الحوار خلال أسابيع. وأوضح الناطق الرسمي باسم الجبهة بأنهم يتعاطون مع هذا الحراك بصورة إيجابية في وقت أكد فيه تمسكهم باتفاقية جوبا باعتبارها خط الدفاع الأساسي لانطلاقة العملية السياسية وإنجاحها على حد تعبيره. كشف صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تصريحات صحفية أمس عن العلاقة التي تربطه بالعلامة والمؤرخ السوداني بروفيسور يوسف فضل شخصية العام الثقافية للدورة 41 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. واستعرض حاكم الشارقة في حديث مطول الجهود التي بذلها بروفيسور يوسف فضل لإرساء العديد من المؤسسات العلمية التي فتحت للشارقة أبوابا للمعرفة عن القارة السمراء، شاكرا إياها على كل ما قدمه على الصعيد له هو شخصيا على الصعيد الشخصي ولإمارة الشارقة وللإنسانية أجمع. من جهته أعرب بروفيسور يوسف فضل عن شكره وامتنانه لهذا التكريم، مؤكدا أن هذا التكريم الذي حظي به هو شرف عظيم بالنسبة له. وقف حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادلة لقائه بمكتبه أمس وزيرة التربية والتعليم إشراق أحمد خميس على التحديات التي تواجه العام الدراسي والترتيبات لاستئناف الدراسة بالمدارس في ظل الأوضاع والظروف التي يعيشها الإقليم، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من النازحين يتواجدون في المدارس بمدينتي الدمازين والروسيرس. وأوضح نائب المدير العام لوزارة التربية عبد الحفيظ أحمد إبراهيم اهتمام حكومة الإقليم بإعادة فتح المدارس تأمينا لإنجاح العام الدراسي، مشيرا لتوجيه حاكم الإقليم باستكمال كافة الاستعدادات لاستئناف الدراسة بكل المراحل لارتباط طلاب المرحلة الثانوية بامتحانات الشهادة السودانية على المستوى القومي بالبلاد. دشن ولي كسلة المكلف خوجلي حمد عبد الله حصاد محصول الذرة بمشروع كالهوتا الزراعي، وذلك ضمن برنامج دعم صغار المزارعين عبر مشروع بناء المرونة مع التغيرات المناخية في القطاعين الزراعي والرعوي الممول بواسطة الصندوق المناخ الأخضر عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنفذ عبر المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتنسيق مع وزارات الإنتاج والموارد الطبيعية في 9 ولايات من بينها ولاية كسلة. وعبر الوالي
لدى مخاطبته حفل تدشين عن تقديره لإدارة المشروع على مستوى المركز في الاهتمام بالعمليات الإنتاجية ومواكبتها للمتغيرات المناخية، فضلا عن اهتمامها ببناء القدرات واستيعاب الحزم التقنية وخلق شراكات كبيرة مع المنظمات الأممية باعتبارها شريكا أصيلا في برامج التنمية بالبلاد. إذن مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام الموجز الإخباري من قناة الشروق، لكم من التحية وفي أمان الله.